قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مشاهدي الكرام، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المطوع. يقول المولى تبارك وتعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. نتناول شهد الأعزاء في هذه الحلقة الدور الذي تلعبه المسابقات القرآنية في تحفيظ القرآن والاهتمام بالقراءات، كما نقف على دور مراكز التحفيظ القرآنية في تأهيل الطلاب للمشاركة في هذه المسابقات. نرحب في هذه الحلقة بضيوف الأعزاء. اليمين الشيخ خالد بن محمد بن قانم الثاني. مرحبا شيخ خالد، وسعداء جدك معنا في هذه الحلقة. الله يجزاكم خير، بارك الله فيكم على هذه الحلقة المباركة إن شاء الله تعالى، وإن شاء الله نفيدكم فيها بما نستطيع إن شاء الله تعالى. الله يحييك. وأيضا نرحب بأخوي الشيخ محمد محمود المحمود. مرحبا شيخ محمد وعبد الله وسعداء جدك معنا اليوم. الله يحييك بارك فيك، والله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله. مشاهدين الأعزاء، تلعب مراكز تحفيظ القرآن في دولة قطر دورا كبيرا في إعداد الطلاب للمشاركة في مسابقات التحفيظ بمستوياتها المختلفة من خلال برنامج تأهيلي خاص. نتابع هذا التقرير ثم نعود إليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. قام قسم القرآن الكريم بإعداد خطة تعليمية شاملة لمناهج تحفيظ القرآن الكريم، فبدأت بتعليم الطالب منذ بداية دخوله إلى مراكز تحفيظ القرآن الكريم أن يتعلم كتاب الحروف الهجائية، وهو كتاب يعني بداية عبارة عن تهجي الحروف وتهجي الكلمات إلى أن ينطق الكلمة والآية بشكل صحيح ومتقن، طبعا بإشراف مشايخ مختصين في هذه الدروس الهجائية. هذه طبعا تعتبر أول مرحلة يأخذها الطالب، ثم يطبق هذه المرحلة اللي هي تهجي الحروف الهجائية على الجزء الأول من القرآن الكريم اللي هو جزء عامة، يبدأ يطبقها على هذا الجزء، ثم بعد ذلك ينتقل الطالب إلى المرحلة التأسيسية. المرحلة التأسيسية هي عبارة عن حفظ أول 5 أجزاء من سورة الناس إلى سورة الأحقاف، ثم بعد ذلك ينتقل إلى المرحلة المتوسطة. المرحلة المتوسطة يحفظ فيها 5 أجزاء التي تليها. بالنسبة لتأهيل الطلاب في مراكز تحفيظ القرآن الكريم للمشاركة في المسابقات، طبعا عندنا المسابقات في المراكز تنقسم إلى قسمين. عندنا مسابقات دولية يذهب الطالب يمثل الدولة فيها في أماكن متعددة، وعندنا المسابقات المحلية. تقريبا نقول من أكبر المسابقات المحلية اللي موجودة عندنا اللي هي مسابقة الشيخ جاسم، وعندنا مسابقة الشيخ غانم رحمهم الله. تقريبا يخصص للطلاب المشاركين في هذه المسابقات مشايخ مختصين لكي يعني يكثروا من التسميع وينجزوا كمية كبيرة في وقت قليل. يخضعون لاختبار، بعد الاختبار يختارون، ثم بعد ذلك يفرغ للطالب المشارك في المسابقة شيخ خاص به لكي يعني يكثر من التسميع ولكي يصبح متقن للفئة التي سيدخل فيها. طبعا الفئات متعددة، منها القرآن الكريم كامل مع التفسير، ومنها القرآن الكريم، ومنها 20 جزء، ومنها 15 و20 إلى 5 أجزاء تقريبا، ومنها أيضا التلاوة. يسبح له ما في السماوات والأرض
وهو العزيز الحكيم. مرحبا ومسهلا فيكم، جئنا لكم بعد ما شفنا الشيخ معاذ تكلم عن مسابقتين في قطر، مسابقتين كبار، مسابقة الشيخ جاسم بن محمد رحمه الله وأيضا مسابقة الشيخ قانم آل ثاني. أيضا معنا رئيس اللجنة المنظمة لمسابقة الشيخ قانم آل ثاني الشيخ خالد، حدثنا عن فكرة هذه المسابقة وكم عمرها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من بعد، المسابقة فكرتها جات كان فترة من الفترات كنت عينت رئيس قسم تحفيظ القرآن الكريم، فطبعا يوم ما طلعت على حلقات التحفيظ ودور التحفيظ للنساء حبيت أن يعني تتفعل هذه الدور، تصير في منافسة وتشجع الطلاب اللي يلتحقون فيهم وتشجيع الطلاب للالتحاق أيضا بهذه المراكز والدور. والفئة المستهدفة الشيخ؟ نعم، احنا مراكز دور تحفيظ القرآن الكريم. فطبعا كان جدي الشيخ غانم الله يحفظه ويبارك فيه، طبعا هو الله يجزاه خير مهتم اهتمام كبير بالقرآن الكريم، طبعا طباعته ونشره، فحتى كل سنة يطبع يعني عشرات آلاف النسخ القرآن الكريم وزاه جزاه الله ألف خير. فأحد المرات كان نتكلم في الموضوع فطرحت عليه الفكرة، فطلب مني اكتب مثل مقترح او كذا، فكتبت له فاعجب في الفكره وجزاه الله خير تبناها، والحين احنا صار هذه السنه السابعه للمسابقه، وكل سنه الحمد لله في تطور وتقدم للمسابقه. طبعا الفئه المستهدفه للمسابقه هي فئه مراكز دور تحفيظ القران الكريم، يعني اللي مشارك ومسجل في مراكز تحفيظ القران يشارك في هذه المسابقه. اي نعم. غيرهم لا. طيب ايش الهدف من هذا الامر؟ الهدف من هذا الامر ان في مسابقه ثانيه في الدوله، هي المسابقه الاولى، هي مسابقه الشيخ جاسم رحمه الله تعالى مؤسس الدوله. فاحنا انا ما بغيت المسابقه يعني يوم الفكره، احنا ما نبغي المسابقه تكون كانها مسابقه تتكرر مرتين في السنه، وانما مسابقه الشيخ جاسم تستهدف عموم اهل قطر، واحنا مسابقتنا تستهدف فئه معينه قد لا يستطيعون ان يحصلون على جوائز او يتاهلون في مسابقه الشيخ جاسم للتنافس اللي يكون فيها، لان يشارك فيها ائمه ويعني العموم يعني حفاظ. والاعمار بقى. الاعمار مفتوحه والجنسيات مفتوحه. اي نعم، الاعمار لين 25 سنه الفئات، طبعا هي لو تحب نذكر لك الفئات وكذا نذكرها. اي نعم ممكن. اي نعم، هي تتقسم لفئات، طبعا هي كانت اول سنه كان للرجال فقط الطلاب يعني، ثم السنة الثانية انضم لها الطالبات. تنقسم الفئات، أول شيء القرآن الكريم كامل، ثم 25 جزء، 20 جزء، 15، 10، 5، 3 أجزاء، إضافة إلى هذا بالنسبة للحفظ، إضافة إلى التلاوة. حطينا ثلاثة فئات للتلاوة، فئات تلاوة عمرية، أما فئات الحفظ مو يعني مو بالعمر، يعني أي طالب عنده مقدرة على هذه الفئة يدخلها. طبعا فئات التلاوة عمرية حتى ما يعني يتنافس الصغير مع الكبير، قسمنا جزء القرآن الكريم كامل ل 15 سنة فوق، ونصف القرآن الكريم من 9 إلى 15، ومن أقل من 9 سنوات تلاوة جزء عامة. طبعا بالنسبة للنساء أيضا، بالنسبة للأعمار في فئة للنساء إضافة إلى الفئات هذه المشترك بين الرجال والنساء، فئة كبار السن. الفئات الثانية ما يحق لي أكثر من 25 سنة أن يدخل فيها، لأن هذا عمر أغلب طلاب المراكز الموجودين والدور. أما في دور التحفيظ القرآن الكريم فيها نساء كبار في السن ايضا لهم حلقات خاصه فيهم، فحبينا نعمل لهم ايضا مسابقه، ففي مسابقه خاصه بتلاوه جزء حفظ جزء عامه لكبار السن. هاي بالنسبه للفئات والاعمار اللي لهم حق يشترون في المسابقه، في استثناء واحد فقط للمسابقه اللي هو المكفوفين. احنا عندنا تعاون مع المكفوفين، يعني ايضا لهم حق ان يشاركون في المسابقه ولهم جوائز مكافآت اضافه للجوائز العاديه ايضا. انا برجع شيخ خالد لك بعد مسألة الشيخ محمد عن تقييمكم لهذه المسابقه، لكن مسابقه قطر وهي المسابقه الاولى في الدوله هي مسابقه الشيخ جاسم. الشيخ محمد المحمود يرأس هذه المسابقه العام الماضي والعام الذي قبله، والسنه ان شاء الله المسابقه الجايه، لكن ودنا يحدثنا الشيخ محمد عن هذه المسابقه خلال ترأس السنتين الماضيتين. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. حقيقه قبل ان نتحدث عن المسابقه كمسابقه، هي فكره المسابقات، يا
يعني أهمية إقامة مسابقات في العالم. تعلم أن المسابقات هذه ليست خاصة بدولة دون دولة، يعني مش خاصة بقطر ولا، إنما هي يعني ظاهرة عالمية بفضل الله. وأنا أتصور هي تجسيد وتطبيق للمبدأ اللي هو مبدأ اللي احنا نفاخر فيه العالم، أن الله عز وجل أنزل هذا القرآن ويحفظه إلى قيام الساعة، نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فكيف يتجسد الحفظ؟ يعني كيف نثبت للعالم أن هذا الكتاب العظيم أنزل قبل 1400 سنة وباقي إلى قيام الساعة؟ تأتي المسابقات كحدث. كم عمرها الآن مسابقة الشيخ جاسم؟ مسابقة الشيخ جاسم الآن 19 سنة ما شاء الله. وأنا أقول المسابقات كلها هي تجسد هذا المعنى، أن يا ناس ترى هذا الكتاب هو كما أنزل إلى قيام الساعة، وهناك نماذج مثلا من 5 سنوات إلى 70 و80 سنة من يحفظ هذا القرآن من الجلدة إلى الجلدة، يعني من الحرف الأول إلى الأخير، وتعقد ما يعني مسابقات عالمية ومحكمين ويختبروه. فهو المبدأ مبدأ راقي ومبدأ عظيم، وإحنا بفضل الله في هذه البلاد اهتمامنا بالقرآن ما يخفى على الجميع، أن القيادة في هذه الأرض المباركة والمسؤولين جميعا اهتمامهم بالغ جدا، سواء كان في طباعة المصاحف، ومصحف قطر شاهد على ذلك، أول مصحف يتم طباعته بناء على مسابقة دولية في الخط، لم يسبق هذا، إنما يختار الشخص، لكن نعرض نحط مسابقة، ثم هذا دليل على الاهتمام. صحيح. أن احنا نبغي نظهر القرآن بصورة يعني بخط مميز. وأعتقد شيخ محمد قطر سبق في أمور كثيرة، وكذلك مسمى جامع الإمام محمد أبو هابلة هذه، سبحان الله، يعني الاهتمام يعني بالقرآن بارز جدا. تأتي المسابقات صب في هذا المساق، يعني مسابقة الشيخ جاسم هي المسابقة اللي نقول الأولى في البلد، وفئاتها اللي تستهدفها شاملة، تستهدف الجميع. بس ليش ما تكون عالمية شيخ محمد؟ وهي الآن مسابقة الشيخ جاسم الآن عمرها 19 سنة، يعني ممكن تفتح لأيضا جانب من المسابقة اللي تكون عالمية ويكون فيها مشاركين عالميين كالمسابقات يعني الآن. هي مطروحة فكرة التحويل العالمي، لكن لو بغيت رأيي أنا، والأمر طبعا عند المسؤولين في الوزارة، لكن كرأي شخصي أنا أشوف المسابقة هذه تبقى كما هي، لأن لو تكلمنا بعد ذلك عن المخرجات والحدث اللي عملته هذه المسابقة في البلد، يخليني أنا شخصيا أدعو أنها تبقى داخلية وينعمل مسابقة ثانية دولية لها صفة خاصة مميزة عالمية. شنو هالصفة؟ هذه موضوع آخر تدرسنا. لكن إنها هذه المسابقة أنا أشوف أنها تبقى، لأن النتائج اللي نجنيها نحن في الداخل بسبب هذه المسابقة وغيرها من المسابقات، لكن هذه المسابقة لأنها هي المسابقة الرئيسية، النتائج سنة عن سنة في إحصائيات مميز. في إحصائيات، وفي أيضا الأماكن للأوائل، هل يحجب الأول لما يأخذ 3 سنوات يحجب؟ وهل في منافسات موجودة رقمية؟ الشروط يعني لو بغيت ممكن نتناولها، لكن هناك شروط للمتسابقين، من اللي يحق له أن يشارك في الفئة الأولى والفئة الثانية. إحنا عندنا طبعا 7 فئات كلها مبينة، لكن بفضل الله هذه المسابقة أحدثت شيء نوعي، وممكن أذكر لك مثال واحد، يعني مثال يمكن كثير من اللي يشاهدوننا الآن يمكن بعضهم عنده فكرة عنه وبعضهم ما عنده فكرة عنه، اللي هو أن للقرآن الكريم عدة قراءات. نعم. أن هذا القرآن الكريم يقرأ بعدة قراءات، بمعنى أن عدة أوجه وأساليب للأداء. فهناك مثلا الرواية اللي احنا نقرأ فيها حفص، قراءة عاصم رواية حفص، فهناك 7 قراء أو 10 قراء، كل قارئ له راويين، فتتكون عندنا تقريبا 14 رواية. هذه الرواية لا يختلف القرآن، هو لكن أسلوب الأداء وبعض الكلمات في إمالة في مد في كذا بالنسبة للقراءات. هذه الروايات وهذه القراءات أغلب الناس خلنا نقول في قطر ما كانوا يعرفونها، فكنت مثلا لما تقرأ مالكي، إحنا نقرأ مالكي يوم الدين، لو جاء شيخ وقال مالكي يوم الدين استغربت الناس، إن كيف مالكي يوم الدين؟ وهي قراءة صحيحة سبعية ثابتة. هذه المسابقة لأن أضيف فيها بعد مرور كذا سنة
فتح الباب اللي يبغي يدخل في الفئة الأولى وشارك العام الماضي، مثلا العام الماضي أنا شاركت لو افترضنا برواية حفص، لا يحق لي أن أشارك في السنة القادمة إلا برواية أخرى. هذه عملت نقلة نوعية في البلد صار في، وهل في استجابة من طبعا غريبة يعني تستغرب أن هناك كثير من الرجال، وهذا ما نستغرب أنه يعني الرجال في هذا المجال فيهم كثرة، لكن أنا أقول أن كثير من النساء القطريات اللي شاركون بروايات أخرى اللي ما كنا نسمع عنها أصلا، هذا ما كنا نسمع. هذه المسابقة أحدثت نقلة في هذا الجانب، أصبح عندنا هناك من في البلد هذه من المواطنين والمقيمين من يستطيع أن يؤدي القرآن بعدة روايات، هذا فقط بالمسابقة. هذا مثال واحد على الأثر النوعي البليغ اللي أحدثته المسابقة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ما أدري لعل أسأل الشيخ خالد بن محمد بن غانم الثاني. شيخ خالد، مسألة تقييمكم لهذه المسابقة، عمرها 6 سنوات وهذه السنة 7 بتدخل المدرسة أعتقد، فما هو تقييمك لهذه المسابقة؟ وهل في فريق يعد هذه الأمور كلها وتصوراتكم وتطويرها للسنة 7؟ نعم، الحمد لله احنا كل سنة في تطور، يعني نقيم السنة اللي احنا فيها ونضيف لها الأشياء اللي نطورها يعني للسنوات القادمة. طبعا أيضا احنا عندنا من أهم الأشياء أيضا أن المسابقة هذه تعطي تقييم حقيقي لمراكز دول تحفيظ القرآن الكريم. يعني بعد ما تنتهي المسابقة أيضا، يعني المسابقة الجوائز فيها تنقسم 3 أنواع، طبعا هذه ميزة غير موجودة في أي مسابقة. لكن الشيخ في 6 سنوات كل الطرق اللي استخدمتوها في السنة الأولى والثانية والثالثة نفسها، ولا صار في تبديل مثل ما قال الشيخ محمد؟ لا، في تطور، صار في تطور عندهم، كانت برواية الآن بأكثر من رواية. يعني طبعا لو نتكلم من السنة الأولى للسنة السادسة، السنة الأخيرة وهي السنة 7، كل سنة كان في تطور. يعني تطور من أي ناحية؟ يعني مثلا السنة الأولى كان للطلاب كان أول مرة وتجربة كنا نخوضها، ويوم شفنا النجاح وكذا أضفنا لها الطلاب الطالبات الدور. السنة الثانية أضفنا لها مثلا فئة كبار السن، يعني صارت جائزة خاصة للأمهات كبار الأميات كبار السن. بعض السنوات مثلا كان فئات، مثلا أول ما بدينا ما كانت الفئات بهالكثرة، احنا عندنا يعني 20-21 فئة، فطبعا ما كانت بهالكثرة، كانت أول ما بدينا تقريبا 7 فئات أو 5، وكل سنة نضيف فئة. كم عدد الطلاب اللي في الأولى والثانية والثالثة اللي مشاركين؟ يعني السنة الأولى كان 266 طالب، السنة الأخيرة السنة الماضية 1600 وشيء رجال ونساء. يعني أضعاف مضاعفة. برجع لك الشيخ، بنواصل النقاش هذا الكرام، وبدي أتكلم عن مراكز تحفيظ القرآن أكثر، لكن دعونا أولا نتوقف مع بعض انطباعات مجموعة ممن حفظوا القرآن الكريم في مراكز الإمام الشاطبي بخريطيات، نشوف ونرجع لكم. حفظت القرآن في هذا المركز، مركز الإمام الشاطبي، استغرق حفظ القرآن حوالي 6 سنوات. بدأت حفظ القرآن، بدأت من الصف الثاني ابتدائي أجي التحفيظ، كنت أحفظ أدرس القاعدة النورانية، تهجئة شلون أقرأ تهجئة القرآن يسمونها القاعدة النورانية. وبعد يوم وصلت الصف الرابع تقريبا بدأت أحفظ القرآن جزء ورا جزء، بداية فعلية صراحة من أول إعدادي، وخلصت القرآن في ثاني ثانوي. التحفيظ الحمد لله يتبع طرق نموذجية في التحفيظ، ودائما المدير جزاه الله خير يتابع الطلاب أول بأول، والطالب المقصر طبعا يكون في تواصل مع أولياء الأمور. والحمد لله أعتقد أن جميع الطلاب اللي أعرفهم اللي يحفظون القرآن الكريم جميعهم متفوقين الحمد لله. رجعنا لكم مشاهدي الكرام بعد ما شفنا ما شاء الله الشباب، وما شاء الله أسأل الله يثبتهم إن شاء الله، يجعل هذا القرآن العظيم إن شاء الله ويكونون أيضا قرة لوالديهم. لعل السؤال أطرحه بين إخواني الشيخ خالد والشيخ محمد، العلاقة اللي تربط هذه المراكز وهذه المسابقات، يعني قال الشيخ خالد يوم ترأس قسم التحفيظ بدأت عنده فكرة وسوى هذه المسابقة. أيضا الشيخ محمد، مسابقة الشيخ جاسم هي مسابقة كبرى في الدولة، أعتقد عمرها الآن جاوز الرشد، عمرها 19 سنة أعتقد.
العلاقة اليوم بالمكتبة، هل عندنا اليوم مراكزنا تخرج فعلا طلبة مؤهلين حفاظ للمسابقة أو لحفظ كتاب الله تبارك وتعالى؟ هو بفضل الله، أنا بس قبل أتكلم عن العلاقة هذه أحب أشير إلى قضية المسابقات. المسابقات اللي احنا نسميها مسابقات النوعية، يعني مسابقة الشيخ غانم هي نوع ونموذج من المسابقات النوعية، بمعنى أن احنا عندنا مسابقة عامة اللي هي مسابقة الشيخ جاسم تشمل جميع الشرائح باختلاف أنواعها. طيب، ثم بعد ذلك تأتي مسابقة الشيخ غانم فيها نوع من التميز، بمعنى أنها مسابقة بين المراكز مش مفتوحة للجميع. في المقابل عندنا مسابقة تحفيظ المدارس في وحدة تحفيظ المدارس التابعة لإدارة الدعوة، تعتني بطلاب المدارس فقط. هذه المسابقة شريحتها ضخمة تصل 14 ألف طالب، لكنها معنية بطلاب المدارس. تأتي مثلا مسابقة القوات المسلحة. جميل. وهذه المسابقات بفضل الله كلها تشرف عليها الوزارة من ناحية المحكمين والمشايخ وكذا، لكن هي مسابقة خاصة في منافسة بين هذه الفئة. وأنا حقيقة من هذا البرنامج أدعو جميع الجهات، لأن نحن أمة القرآن وعلاقتنا بالقرآن فصلاحنا بارتباطنا بالقرآن، كل ما قربنا من كتاب الله كل ما يعني حصلنا على خير الدنيا والآخرة. فهي دعوة موجهة للجميع، جميع المؤسسات، لماذا لا نفتح باب التنافس؟ والله المؤسسات الإعلامية تعمل مسابقة خاصة على 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 حسب ظروفها، مثلا الداخلية، الصحة، وهكذا ننشر ثقافة القرآن بوسائل بسيطة عن طريق المسابقات والتنافس. المسابقة دائما تعرف أنت في علم التربية من أنواع وأساليب التربية أسلوب التشجيع، حتى الكبير يحتاج إلى التشجيع. أنت إذا مثلا قدمت عمل طيب وجاك واحد مثلا يا شيخ أحمد بعد ما طلعت من البرنامج قال والله يا شيخ أحمد ما قصرت اليوم كذا، نفسيتك شيء طبيعي، هذا في الإنسان أن ينشط وتصبح عنده دافعية. فدائما أسلوب التشجيع ومن المسابقات هي تدفع لارتباط الناس بالقرآن، وصلاح الأمة هو بارتباطها بكتاب الله. نفس الشيء هي فكرة، وأنا أدعو إلى المسابقات النوعية، بمعنى تستهدف فئات معينة. نحن عندنا مسابقة في المؤسسة الإصلاحية، مسابقة حفظ القرآن في السجون، وهذه نتائجها مبهرة. وكيف الاستجابة؟ مبهرة، يعني ما تتخيل أن وكم كان القرآن لارتباط الرجل بالقرآن اللي هو كلام الله، ارتباطه به دراسة وحفظا، وأكيد بتمر عليه آيات ما بيفهمها بيسأل عنها بيستفسر، فضلا عن المحاضرات المشايخ اللي يروحون وبيسألونهم عن بعض الآيات ويفسرونها، كم كان القرآن سبب للصلاح. وسمعت أنا أيضا حتى الإدارات الأمنية جعل لهم اللي يحفظ أجزاء تقلل هذه المدة، تقلل هذه المدة، صدر قرار سابقا. نعم لكن ما أدري هل ما زال أم لا، لكن المهم أن صلاح الفرد بارتباطه بالقرآن. فهي المسابقات النوعية أنا أكد عليها وأدعو لها من برنامجك، وإحنا مستعدين يعني نشرف. إحنا عملنا في مسجدنا مسابقات، وإنما لترتيل لأفضل مرتب، ليس لأفضل حافظ، وأن أفضل مرتب من أيضا من أبواب التنافس. نعم. نرجع إلى مسألة علاقة المراكز بفضل الله. يعني لو لاحظت أنت خريطة المراكز تجد أن مراكز القرآن عندنا على نوعين، مراكز رجالية وهي غالبا ما تكون في المساجد اللي هي تابعة للوزارة، والمراكز الأهلية تكون مثلا في مباني، المراكز كذلك النسائية اللي هي بكثرة الحكومية اللي تابعة للوزارة رسميا، والأهلية اللي يشرف عليها القطاع الخاص وأهل الخير والمتبرعين. هذه بفضل الله منتشرة من مدينة الشمال من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب بفضل الله منتشرة هذه المراكز. هل تكفي المراكز الآن اللي موجودة؟ ما تكفي كعدد وكنوعية. أكيد أنها ما تكفي لأن إقبال الناس أعظم، إقبال الناس أكبر. وإحنا بفضل يعني حقيقة نسعى كل سنة
دائما ان شلون حتى نوجد بعض الاحيان بعض الوسائل في التعامل، بمعنى مثلا تعليم القران عن طريق الهاتف، تعليم القران عن طريق مثلا الاجهزه الالكترونيه، لان ما تستطيع تستوعب. يبقى دائما المبنى له طاقه استيعابيه، مقدار المدرسين، يعني لما نشترط ان كل شيخ او كل مدرس سواء كان رجل او امراه لازم يكون عنده عدد معين من الطلاب عشان يقدر يدرسهم صح، يقل عليك، ما تقدر تستوعب الجميع. لكن الافكار اللي هي تساعد على التعلم سواء كان عن قرب بالحضور او عن بعد عن طريق الوسائل، احنا قاعدين يوم عن يوم نشتغل فيها. والمدارس كذلك قاعده تعمل عمل ما تقصر، يعني حقيقه كثير من المدارس بيننا وبينهم تعاون في حلقات القران في المدارس، يعني بفضل الله تعاون طيب. يعني لعل الشيخ خالد اسالك سؤال، انت مسكت رئيس قسم التحفيظ فتره من فترات، هل كنت راضي ذاك الفتره او هذا العمل الان اللي يقوم في اداره الدعوه في مركز التحفيظ، هل احنا راضين عنه؟ وانت الان قد لا تراس هذا الاقسام حتى نتكلم بكل شفافيه. والله بكل صراحه يعني القائمين على قسم التحفيظ وال يعني كان ايضا مدير اداره الدعوه كان دكتور غيث ذيك الايام الوزير، يعني كانوا يبذلون جهدهم يعني، ولكن حقيقه المطلوب اكثر. يعني المطلوب ان يعني اللي يصير حتى يعني تترقى يعني دور التحفيظ ومراكز التحفيظ تحتاج لها مجهود اكبر. يعني طبعا المجهود هذا يحتاج دعم، يحتاج دعم مادي اول شيء، يعني ميزانيه الوزاره مقصره مثل ما قال، طبعا الوزاره مقصره بس ايضا تحتاج ميزانيات اكبر من الموجوده. يعني مثل ما قال اخونا ابو عبد الله، يعني مثلا المدرس يحتاج يعني استطاعته يدرس عدد معين، حتى انت تزيد المدرسين هذيلا تحتاج رواتب. عندك المباني، يعني ايضا انت الحين عندك مباني معينه، انت كل سنه على اساس تجيب طلاب اكثر تحتاج خاصه للدور، تحتاج مباني، طبعا المبنى ياخذ وقت لما يتبني، وتحتاج ميزانيات، تحتاج يعني. بس في مراكز الشيخ الان، في مراكز الان اضافيه موجوده اليوم تساهم يد بيد مع اداره وزاره الاوقاف، عبد الغني، الحزاب، المراكز عباد الرحمن، كثير المراكز ذكرناها الان مراكز الان هي فعلا هي تقدم خدمه كبيره اليوم فيما يتعلق بايضا مراكز تحفيظ القران. طبعا يعني مراكز تحفيظ القران الخاصه تقدم دور يعني كبير جدا، يعني الله يجزاهم خير يعني. ولكن ايضا يعني انا بتقول لي يعني انا كفتره مسكت التحفيظ القائمين يقومون بما يستطيعون، ولكن الوضع الموجود الحين يحتاج اكثر. الطرق الوسائل اللي كانت معمول فيها، هل ممكن في وسائل ثانيه الان تغيرت اليوم؟ هل ايباد وما يتعلق بها في حفظ القران ووسائل الامور الحديث هل تساهم ايضا في مثلا الايباد والوسائل مثلا الهاتف كذا، ممكن يعلم الطالب احكام التجويد، يتقن احكام التجويد، بعض الصور، ممكن بعض مسائل القران من هالكلام. النورانيه ايضا نفس الشيء. اما التحفيظ كحفظ ان يطلع الطالب حافظ او متقن للقران لازم يقعد بين يد الشيخ. اما ايباد ولا كذا هذا بيعلم احكام، ممكن احكام تجويد صح قراءته، يعلمه بعض الاشياء، اما كقراءه وحفظ واتقان لازم يقعد يعني بين يدي الشيخ. طبعا هذا ما يتاتى له الا في المساجد ومراكز تحفيظ ودور تحفيظ القران الكريم. دور الشيخ اللي يتكلم عنه الشيخ خالد الان، هل المدرسين مؤهلين تاهيل تام حتى هم يكونون، واحنا اليوم لا نطالب بس يكونوا محفظين، يكون ايضا يربون عيالنا اليوم التربيه والاخلاق حتى اذا كان ذو خلق وحفظ القران يطبق فيه، يعني قصدي محتاجين امرين، الحفظ مع ايضا السلوك. انا ابغى اشير بس قبلها الى نقطه، مثل ما ذكر الشيخ خالد، هو الملازمه امام الشيخ المحفظ هذه مساله مفروغ منها. يعني تأتي حتى تطور الحديث ايباد وغيرها، يعني تاتي هذه مسانده تدعم تقوي جانب معين. احنا عندنا مشروع إن شاء الله الناس في الفترة القريبة سيصل إلى الجميع، وهو فكرة المقرأة الإلكترونية. المقرأة الإلكترونية بشكل موجز، بس لما تدخل عليها كأنك داخل إلى فصل، تدخل تروح إلى الشيخ تسجل وتجلس، فتصير محاكاة وجلوس يومي مع المصحح، لكن بعد تبقى ليست مثل الجلوس أمام الشيخ الحقيقي الواقعي.
الأمر الآخر اللي ذكرته أخوي أحمد المؤهل لابن من الشيخ. احنا طبعا المشايخ اللي يتم اختيارهم يخضعون دائما لمقابلات ومعايير عندنا معينه. خلي المعايير والمدرس والمؤهل، لكن اولا مشاهدينا الكرام نتوقف مع فاصل قصير، لا تروحون بعيد، خلكم معنا بنرجع لكم ان شاء الله. واذكركم ايضا بهواتف البرنامج 4-4-4-1-8-1 فاصل ونعود لكم، خلوكم قريب لا تروحون بعيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. مرحبا ومسهلا فيكم من جديد، رجعنا لكم في هذا الجزء في هذا البرنامج. نرحب بمداخلة السادة المشاهدين عبر الهاتف الظاهر على الشاشة، وهو 4-4-4-4-1-8-1 أعيده 4-4-4-4-1-8-1. أتمنى اتصالاتكم تكون عن المسابقات وأتمنى عن مراكز تحفيظ القرآن. معنا على اتصال أخوي الشيخ عبد الله بن محمد النعمة. أبو محمد مرحبا ومسهلا في الشيخ عبد الله. حياك الله أبو محمد، جزاك الله خير، حمد الله عليك. الشيخ عبد الله، عيد الخيرية وعباد الرحمن تقوم أيضا بعمل جبار، جزاك الله خير على مجهوداتهم في عباد الرحمن ومراكز تحفيظ القرآن. ماذا قدمت عباد الرحمن لأيضا لهالقطر؟ جزاكم الله خير. أولا نشكر لكم السماح بهذه المداخلة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم آمين. كما أتقدم بالتحية لضيوف الكرام أبو عبد الله الشيخ محمد محمود والشيخ خالد بن محمد الثاني، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم لهذه الجهود الجبارة، اللهم اجعلها في ميزان حسناتهم. آمين. أما عن عباد الرحمن، طبعا هو مركز تابع لمؤسسة عيد الخيرية وعمره التقريبي 5 سنوات، والحمد لله بلغ عدد الطلاب فيه أكثر من 1200 طالب يتوزعون في على أكثر من 21 مركز في قطر. طبعا الإقبال على هذه المراكز الحمد لله كبير، ومشاركة الطلاب في هذه المراكز كبيرة جدا، يعني عندنا تقريبا في كل مركز أكثر من 15 أو 20 طالب في لائحة الانتظار، وهذا يعني من خلال أيضا هذه القناة المباركة والبرنامج المبارك. أن أدعو الأخوة الخيرين وأصحاب الأيادي البيضاء في هذا البلد إلى دعم مثل هذه المراكز الخيرية أو هذه المراكز الأهلية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا أيضا في ميزان حسناتهم. أعتقد يا شيخ عبد الله أهل قطر خيرين لا شك، وأعتقد دعم هذه المراكز أعتقد ليس غريب على أهل قطر. لكن شيخ عبد الله، ما فكرتوا في مسابقة تكون لعباد الرحمن كمسابقة الشيخ قانم ومسابقة الشيخ جاسم، كمسابقة تكون لها جوائز وأيضا تكون كالمسابقات اللي موجودة في الدولة؟ طبعا المسابقات اللي موجودة أنا أرى مثل ما تفضل أبو عبد الله الشيخ محمد، أرى أنها تكفي ويعني تفي في قطر. وإحنا عندنا طبعا دورات تقام في مركز عباد الرحمن، دورات موسمية ودورات تقام على طول السنة، أكثر من 6 إلى 7 دورات طبعا تستهدف كثير، تستهدف جميع شرائح المجتمع، الصغار وطلبة الإعدادية وطلبة الثانوية والجامعة وحتى كبار السن. لكن نوجه كثير من الطلبة عندنا في المراكز إلى المشاركة في مسابقة الشيخ قاسم، بحيث يعني هي المسابقة الأولى في هذا البلد، وكذلك مسابقة الشيخ غانم بن علي. طبعا كما تفضلوا المشايخ، يعني هذه المسابقات حقيقة تجسد معنى يعني حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى والتنافس في الخير. كذلك هذه المسابقات تبرز أهمية كتاب الله سبحانه وتعالى واهتمام قطر واهتمام الأخوة القائمين على هذه المراكز وعلى هذه الدور التحفيظ بكتاب الله سبحانه وتعالى. أيضا من الأمور المهمة في مثل هذه المسابقات وهذه الدورات وهذه الدور هو تشجيع الحفظة لكتاب الله سبحانه وتعالى على المشاركة والمسارعة في يعني
المسابقة للخيرات في مثل هذه المسابقات. شيخ عبد الله شيخ عبد الله شاكر لك هذه المداخلة، فعلا تكلمت ووفيت في كلامك، أسأل الله يوفقكم إن شاء الله ما تقومون في خدمة القرآن وأهل القرآن إن شاء الله. آمين. شكرا آمين. شيخ عبد الله نعم من الدوحة. جزاكم الله خير، الله يبارك فيك. مشكور. الشيخ عبد الله تكلم عن أيضا عيد الخيرية لها دور كبير تقدمه، لكن أنا قد أسأل سؤال في بالي وتكلم الشيخ عبد الله. اليوم مراكز تحفيظ القرآن اليوم كم سنة تخرج لنا حافظ القرآن؟ هل اليوم مراكزنا اللي في الدوحة من الشمال إلى الجنوب، هل مراكزنا اليوم تطلع كم حافظ لكتاب الله؟ يعني شوف، هي المراكز بحكم يعني احنا مراكزنا فيها ما يعني يزيد على 11,000 طالب، سواء كانت الرجالية أو النسائية، خلني أتكلم عن الرسمية الآن اللي تتبع الوزارة. فهذا الكم الكبير مع اسمح لي الضغوط الكبيرة اللي على الطالب، هذا الطالب ما هو متفرغ لي، هذا عنده مدرسة إلى قريب العصر وأنا أجيبه بعد العصر. فمنهجنا يعني المنهج العام حريصين احنا ان ما نثقل كذلك على هذا الطالب، بحيث ان مدة الحفظ هي تأخذ منحة، بمعنى مدة أطول من اللي مفروض يكون، لأن احنا نراعي واقع، فخططنا اللي نضعها هي مراعاة للواقع. هناك مراكز نموذجية، هذه المراكز النموذجية لمن يتحمل شدة الكم يعني. بس النتائج شيخ محمد، النتائج اللي موجودة الآن صدتوها في مراكزنا وبعض النموذجية الموجودة، راضين عنها؟ ما أقول راضين، أنا ما يستحيل أن نرضى في هذا يعني، هذا الرضا صعب، لكن فيه مخرجات تبشر. ويعني اللي يلفت نظرنا مثلا، نحن مشاركاتنا الدولية بفضل الله. كم طالب سنويا؟ بفضل الله في المشاركات الدولية، مسابقات مثلا مصر ولا مسابقة تونس ولا مسابقة، دائما طلابنا متفوق. إذا ما يعني نقول في العشر الأوائل دائما، مرة الأول، مرة الثاني، مرة الثالث، وهكذا بفضل الله. يعني نتائجنا من تقريبا 11 سنة الآن دائما في المراكز الأولى. كلهم قطريين طبعا، كلهم قطريين طبعا. شيخ خالد، لعلي الوقت يداركنا، حتى احنا ودنا نستفيد منكم في هذه القعدة اللي احنا قاعد فيها، حتى المشاهدين ايضا يعرفون عن مسابقتنا، مسابقة الشيخ قارن بن علي عسى الله يطول عمره، وايضا مسابقة الشيخ جاسم عسى الله يرحمه. شيخ خالد، الان ابي كلمة اخيرة عن المسابقة، دعوتك للناس للمشاركة، جوائزكم بشكل سريع. يعني ان شاء الله احنا شهر 12، ما بقى الا قليل، باقي شهر الا كم من يوم. طبعا اللي سجلوا التسجيل خلاص. اي نعم. ف يعني ان شاء الله تعالى ما في توصل لهم شيء، اذا عندك واحد انا بفضل ان شاء الله. يا رب يوفقكم. الله يجزاك. ان شاء الله تعالى يكون فيها تطور. طبعا هالسنه احنا يعني اضف يعني اضافه جديده، مثل اضافات هالسنه ان ان شاء الله من هذه السنه راح نحاول نعمل فروع للمسابقه خارج دوله قطر. يعني السنة ولا السنة الجاية؟ يعني من السنة الجاية رتب، من هالسنة رتب للسنة يعني نبتدي نفتح فروع يعني دول شبه، مثلا شبه القارة الهندية واليمن، دول أفريقية وصوب البوسنة، يعني هالدول إن شاء الله كل سنة إن شاء الله نفتح لنا فرع أو فرعين. جوائزكم كم السنة شيخ؟ أعلى جوائز؟ هاي الميزانية المرصودة أكثر من 2.5 مليون ريال. طبعا يعني سنويا هذه الجوائز تقريبا المادية حوالي 1 مليون وشيء، طبعا في جوائز عينيه ساعات كذا حوالي 500,000 تقريبا وكذا. يعني للنساء والرجال نفس الشيء؟ اي نعم، نفس الجوائز. النساء لهم فرع اكثر، يعني النساء اكثر لانهم فرع زياده، وفرع الاميات كبار السن، في نساء كبار السن لهم جوائز خاصه لهم. ايضا انا احب انوه يعني المسابقه هذه ميزه، وارتباطها احنا ما كملنا ارتباطها بقسم تحفيظ القران الكريم، ان هذه المسابقه ورانا ترى دار الدعوه والاوقاف ورانا، لكنهم جزاهم الله خير. ما ودنا نشكرهم قدامنا، لكنهم عليهم فعلا ضغط كبير، واعتقد انهم يقومون بعمل جبار، جزاه الله يكتب اجور كل من سعى وكل من نعم. تعطي واقع لقسم تحفيظ القران الكريم، يعني تعطي مؤشر للقائمين على قسم التحفيظ الحين ايش المركز اللي يحتاج يعني شو اسمه رعايه اكثر، ايش المركز الاصول يشجعونه ويعني ويكافئونه، لان هذه المسابقه يعني جوائزها تقسم 3 اشياء، مو للطلاب فقط، وانما في جائزه للطالب
وجائزة طبعا في استمارة تسجيل الطالب يكتب المدرس اللي درسه ويكتب المركز طبعا اللي هو مقدم عن طريقه، فجائزة أيضا للمدرس الطالب. فطبعا هني يتنافس المدرسين أن يطلعون مخرجات جيدة وطلاب جيدين حتى هم أيضا يحصلون على جائزة، مو فقط الطالب. الشيء الثالث هناك طبعا تحسب نقاط معينة على عدد الفائزين ويطلعون أوائل المراكز، أيضا رؤساء المراكز والإداريين في المركز لهم جائزة. فطبعا هذا يعطي يعني تقييم حقيقي. وين الأمر وين؟ ها والامر والامر لا كل شيء المفروض الامر يكون ايضا لجزء يعني والامر لان هو وقت التكريم يكون الامر موجود حتى طبعا يكونوا موجودين اولياء الامور والمدرسين كلهم موجودين يعني في الحفل الختامي، ولكن هذه الجوائز طبعا تعطي تقييم لقسم تحفيظ القران الكريم حتى يعرف المركز الجيد، المركز يحتاج لتصحيح وضعه المركز وهكذا يعني. شكرا شيخ خالد محمد بن غانم على ايضا حضورك معنا. كلمه اخيره شيخ، مسابقة المراكز التحفيظ والمسابقات بسرعة. يعني احنا نعتبر المسابقات هذه هي حدث ثقافي، حدث نحرص فيه وتحرص فيه هذه الوزارة والقائمين عليها ان تجعل وقت المسابقة نوع من نشر ثقافة القرآن، وهي دعوة حقيقة للجميع. كتاب الله عز وجل هو المصدر المتفق عليه بين المسلمين، صحيح. ما اختلفنا احنا، يمكن يختلفون المسلمين على اشياء كثيره، اما القران لا يختلف عليه احد. فانا ادعو الجميع ان يساهم في هذا، سواء كان بالمسابقه او بطباعه الكتاب او بنشر شيء يتعلق به، يدعم كتاب الله عز وجل، لانه هو سبب ان شاء الله لوحده هذه الامه اللي الان نشوفها مشتته في جميع الجهات. نظرتك الاخيره للمسابقه السنه هذه لا والله انا مستبشر خير، يعني احنا يعني نتائج اللي عندنا والقراءه اللي نقراها كل سنه نرى ان المسابقه فيها يعني تميز، ويعني تعجب لما يجيك الله يسلمك في المسابقه طفل مثلا او طفله عمرها 5 سنوات يشارك، وامرأة ولا رجل في 70 و75، هذا يكفيني. معنى ذلك أن ما بينهما هذه الشرائح كلها استوعبتها مسابقة الشيخ جاسم مثلا، مسابقة عامة شملت كل هذه الجهات. سبحان الله، من فضل الله القرآن العظيم. سبحان الله. أشكر أخوي الشيخ خالد بن محمد بن قانم على حضورك معنا وسعداء بدك معنا، وأتمنى لكم التوفيق وبرنامجنا إن شاء الله وقناتنا بتكون عندكم إن شاء الله تصور جزء من الحفل وجزء ايضا من المسابقه. تشرفونا، الله يحفظكم ويبارك فيكم. اشكر اخوي الشيخ محمد المحمود على ما تقوم بوزاره الاوقاف واداره الدعوه، واحنا ترى دائما ما نستغني عنك ابو عبد الله، وجودك معنا اضافه. تسلم الله. واعتقد انتم على ثقره كبيره للقران، يكفي القران الف لام ميم 30 حسنه، وايضا يقول لقارئ القران اقرا وارتقي. فاسال الله تبارك وتعالى ان نستحق او نستاهل هذا الرقي في هذه الدنيا وفي الآخرة في جنات النعيم. إلى هنا مشاهدي الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، أخوكم أحمد البوعنين كان معكم، ألتقيكم إن شاء الله الأسبوع القادم في موضوع آخر وفي نفس التوقيت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.